صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا مزيانين وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم اختي، صباحنا ناعسين مع شفق نعبدو. صباح الخير بعدا. صباح النور. صباحتي. صباح الحمد لله. صباحنا خامرين. والله الا صباحنا خامرين. أمير صباح الخير. صباح النور. فقتي ولا باقي ناعس؟ فقت. المهم اليوم كيف ما شفتوا معايا الفيديو اللي كنت صورت لكم، مشينا درنا الطويجنات في الفيرما، قلت لي نوال خوك خاصو هاد الطبيعه باش يصح وباش ياخذ فيتامين دي وباش يبدل الجو. هادشي اللي غنديروا اليوم، شنو غنديروا عبدو؟ غادي نمشيو ان شاء الله للفيرما. شغا فين من غنتهلاو؟ في عصام. شكون هو عصام؟ نسيب. اليوم غنتهلاو في نسيب، ما كايناش براء ورميساء مراته، كاينا غير هو وماما. غنديوهم معانا ونشوفو بابا تا هو لو بغا يمشي. غنمشيو نفطر هو اللي باقي ما فطرناش، غنشدو الطريق اختي حنا جيعانين. مشيو تا تما ونديرو طبيله ديال الفطور على ما نوجدو غدا ديالنا. وهانتوما معانا. معانا. انا الجوع، شوف انا عصام، انا الجوع. عصام كيصورني. شوفوا سخنت هنا بطيبيطات، يا سلام. معمرين جبتو معايا من الدار، ماما لقيت لي دايره الحريره حتى هي حطيتها. وصلنا اتاي حريره، كنتسنى غير الشوف عبدو صورنا واحد القيله ديال البيض بالخليع وغنفطرو. ماما جاك الجوع؟ لا فطرنا، حنا فطرنا. هاني شوفوك المتتبعات ديالك في الشوف. المتتبعات ديالي كيمشيو على الماما دابا السلطان كيسولوها عليا. شكرا لك بزاف. شاف عبدو وجلسه هادي، الله يعطيك الصحة. عجباتني. شنو صوبتي لينا؟ صوبتكم الخليع بالبيض. الطبسيل قداش ناوى؟ شوفوا ما كاينينش الطبيصلات. هانتوما الفطور ديالنا ماما. هاد الفطور مشاركين فيه الحريره ديال ماما، البطيبيطات ديالي، بيض وخليع ديال عبدو، وهذا الشيء ديال الباتيسري. وهذا الشيف عصام. اكيد يا حبيبي، لاباس عليك حبيبي. على سلامتك اوليدي، الله يجيب لك الشفاء. راه مازال مسكين وكل الحمد لله، دابا ولا كيجلس ياكل شويه الحمد لله. شوف ملي صح مزيان نصاوب لك الشهيوات ياك، عاد تشرط وصايب لي لا ليست صافي. على سلامتك. كلشي البنات كيدعوا معاك، قالوا لك الله يقعدوا سادك والله يجيب لك الشفاء، تكون اخر احزان ان شاء الله. اش بغيت تقول لهم؟ الله يضركم حتى نتوما ياك. شكرا للدعم ديالكم. سكين حشمته، ديروا الزيم وبارطاج. والمهم على سلامتهم مسكين. ماما على سلامت وليدك. الله يسلمك. كي جاتك تقليصه؟ شكرا على الحريره. توحشناك اختي، راه كلشي توحشك. على مزيناتك. سلم عليهم خير وبعدا يخدم علينا. كيجيو عند ماما. شكرا بزاف لكم البنات والعيالات، الله يخطيكم علينا والله العظيم. مالك حبيبي عصام؟ انا بطة. انا بطة. كبسو كبسو. شوفوا شوفوا واحد الكليسة ما شاء الله، يا سلام. عطيه عطيه من يديك. كيتجمعوا دغيا كاع عصام؟
امير جيب لهم هذيك شنو هي اللي كياكلوا الشعير ياك ياكلوا الشعير واقيلا عندهم شي وراه شي عرفتي كيعطيهم الشعير كيحمقوا مع الخبز سبحان الله وعرفتي ديك النهار بطاطا بطاطا ديك النهار شات لينا الغداء ورفس عليهم مع الخبز عرفتي حمقوا عليها سبحان الله ما حسبليش كيبغيو بحال هكا هما تصاحبوا معك عصام عجبك الحال ينقبوك ما تخافش شوف عصام شوف هذا شوف هذا شوف هذا بيبي شنو دار ما قادش تجري ايوا الحمد لله مني وقفتي راه مزيان تولي باغي تجري ها نوقفوا بشويه بشويه عنقك شويه هنشوف عنقك باقي داير لي هذيك عطي العصام عطي العصام يعطيهم عصام شوف شوف عطيهم هذاك الشيء بلاصه وحده عطيهم في يدك عصام ما تخاف شوف شو امير شو امير تبارك الله لا شوف شوف عصام شوف امير كيعطيهم من يديه عطيهم امير دير لهم هكا واو ما شاء الله شتي كيخافش ولدي انا شدك عطي الميمه واو كنت تطيح حنا فطرنا باقي ما جمعناش مالكي قال لك امير صبعو كله دخل فمو خاصك ماشي شوفي ماما خاصك تفرشي ليهم بحال هكا خاصك تفرشي بحال هكاك شتي عطيني امير شويه شنو هذا الشعير ياك يبغي بحال هكا صبر يا فخر نكمش ناخذ شوفوا شكون جا عندنا عطيني تاكل كنات بقات كتلعب معنا شوف 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 عبدو عبدو شوف غنمشيو اليكس يشم فينا ريحه المشاشه كحلنا مشيت للبلاصه اللي حطينا فيها الكروكيت هاك 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 عرفتو جيت كانت واحد الشميشه دابا يلاه مشات بقيت ناعسه هنا سخنت العدومه كنت متكيئه له ماما قلت لها هاد الشميشه توحشتها دابا راه مشات شويه هاد الشيء بغيتي للبن؟ بغيت البينه يلا صوبتي؟ يلا صوبت صوب وعطيني البينه عبدو صوب لينا اللبن جاب الحليب البارح خديتي هيك عبدو خاصو ياخذو باش كيبقى بحال كيروب شويه عاد كيتمخض دابا الصباح دارو كيتمخض صوب لنا البينه اجي امور انا ما بقاش قفل عليه هنا كيصوبو في الشجيرات ها كاين البينة لا ماشي انت المشا بصح هذه ديال اليوم قلت لهم يلا صوبها تذوق تذوق ذوق ذوق بسم الله شتي كتذوق اللبن كيجيك باقي فيه الزبدة والله يطلع عليك الصحة والله يطلع بصح الله يعطيك الصحة للبدرة اللي صوبت اوه لا لا الله يعطيك الصحة للبدرة اللي صوبت الحليب ولكن انت اللي مخدتيها وكتخلي فيه الزبيدة الله يعطيك الصحة زوين عصام بغيتي البينة نشوف شنو شفتها امير لقيتي مع من تلعب عرفتي حصلك اليكس ما يحملكش اليكس كتجيه الغيره شفت كتلعب عرفتو كنا جالسين هذه جات غير من الطريق ما كانتش هنايا جات مال هي من هنا دخلات وجات قالت لنا ميو شفتي دور عندي شوفي عندي امير فرحان ماما كي جات كلبينا واعر عمرني شفت بحال هذا البحر راهي شفتي كيخليه زوين كيخلي فيه الزبده وكلشي شتي كنشوفو اللبينة والله زوينة دايرة في الغريريف كلها زبدة شوف فيها الزبدة زوينة بالصحة والراحة قلت لعصام خاصنا غير البلبولة نديرو سايكوك ياك ماما هاد المرة نجي نديرو بلبولة على العواد قلتي ليكم جبتها بصايبة لا نديروها هنا تجي زوينة ان شاء الله مالكم نتوما شوف المجرمين شكديرو ها انا مالحت والو ها امير انا يلا جمع جمع
قول لي انا جمعت الوقفه الحمد لله. عصا قول لي مني جمعت الوقفه الحمد لله. السكين باقي ما كيقولش مزيان. شو واحد الشجيره مشاو كي يزرعوها لهيا عبدو. هذيك غيزرعوها ديك الشجيره في القناة. شنو سميتهم هادوك؟ اجي عطينا الافكار. مشات لك السميه. والله ما عقلتش شنو سميتها. محيحه شوف مسكينه بغات تلعب بغات الوناسه حتى هي. شوفوا واحد الجو بحال داير الفيلتر. شوفوا السما ما شاء الله. شوفي عبدو ماما شوفي لهيا واحد الجو كيبان مع الشميشه والسما. شوفي السما شنو كيبان فيها. بالخير تاهو بالخير. واحد الحولي صغير عاد زاد شفتو كاين هنا سميتو بالخير. هو ماشي تبع عرفتي من ليه ملي كنا ليها. شنو سميتيها؟ بيس بيس. شنو سميتيها؟ بيس بيس. بيس بيس توي 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 توي. شو كطير 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 الجرية كتنقز. عجبتها الوناسة مسكينة. هاد القطة مسكينة أميدة للرياضة غير بالمشي. عشان كبيرة وهي تابعة. أمير هزة شوية عيات مسكين. شو هاد الفراشة شحال هادي مش الفراشات. شوفوا في الخضر كيبانو. والله إلا شحال هادي مش شي فراشة. غفلتوني عبدو غفلتوني. شوف واحد الدجاجه في المعلقين هنا. في كاين دجاج. اه بالخير هذا سم... شوف ماشي بالخير هذا. شكون هذا؟ راه هو الاخر اخر واحد زاد. ما سميتوش هذا مي فين ماما؟ ها عبدو. هاي ماما هاي ماما. شوف ما شاء الله. شوف شوف ماما حيد امي عندك تنضحك. شوف سبحان الله كتقلب عليه. شو ماما عبدو خليه باغي يرضع. عبدو باغي يرضع بغاو يدخلوه سبحان الله. شوف هذاك هو بالخير. هو هذاك كبير شويه ياك. هربوا خافوا. اجي اجي هربوا ماما. امين خليه خليه. خصني نخلي لي مطريق. شوفوا ما غيدخلوا دابا كيوصل الوقت خصهم يدخلوا. هذا هو بالخير. هذا الصغير عقلو عليه تيكبر ونوري ليكم. ها هو بالخير. هذا اول واحد زاد تما عبدو بالخير. نشوف عبدو. عبدو كيقلب على البيض. حلف بالله هذيك هي بلاصتها سبحان الله. شوف عبدو كيمشي للقناص يقلب على البيض. لقيتيها؟ نشوف. بسم الله بسم الله. ها هي هذه ديال اليوم جديده. ديال اليوم. انتم جديد فين كتجمعوا ليها؟ بيضه جديده. هذه هي ديال امير. واحد وحده كيقول لك امير كتجي عنده. فين امير ديالك معلمها؟ هي هذيك. هذه كتجي عند امير مصاحبه معاه. كتخليه يهزها. شتي ظريفه هذه. هز الاخرى. شوف حاول تهز الاخرى ما تبغيش. طارت. هذه هي صاحبته. ها هو شد شد. ولكن ما تبغيش ما كتخليهش. هاكي ماما لقيت بيض. هاكي بسم الله. واحد الفريريج كيفاش داير سبحان الله كحل. صوت الماما. هنا الباروك ديال العروبيه. هنا البيض. هادو بيضات بلديين وهذه زبيده بلديه. واللبينه عبدو صاوب لنا اللبن. عبدو حنا صوتينا اللبن للدار. هو هذا هذا هو ديال اللبن ديال الدار. ها ماما ثقيله. هذه غنعطيها لماما. وهذه ديالنا اللبينه زوينه صح حلوه كيصوبها تبارك الله. ماما ها حقك ماما. هاجي خدي حقك زيدي. ها البيض ديال الدراري. ها الزبيده. ماما كتبغي هذه زبده بلديه بالصحه والراحه. انت سديها.
هذه جابت فيها الحريره غادي فيها البيض. عرفتي علاش دوك البيض البلدي يقرقهم دايرهم يقرقوا؟ صافي خلف عليك بصحه وراحه حبيبه. صافي دابا غادي نمشيو. جمعنا رحيلنا صافي الصراحه دوزنا نهار زوين. دابا راه شي ثلاثه كنا غنتغداو هنايا غنديروا شوايه. انا جبت معايا خطيره كلشي، كنت باغي ندير ديك الشلاضه ديال المطيش وفلفله وصافي وجبت معايا كلشي. ودابا بدلنا البروغرام، قلنا غنمشيو اليوم لحد حنا هاد البلاصه اللي فيها حد السوالم، واليوم كيكون السوق الناس اللي كيعرفوا حد السوالم غنمشيو نتغداو تما. قلنا صافي نديروا معروف تما بالشوا، كيعجبك تما؟ قالت لي مشي لنا ديك النهار شفت معنا رميسه وعادي. رميسه براء وعادي. لا ما كانش براء. وين ما كانش براء فاش كان عصام في الكلينيك. ما كانت جابت مع كان معنا عادل وعبدو. دوزنا الصراحه نهير زوين. شكون يداز عندنا؟ شكون داز عندنا؟ صحاب كيمان جا. ضروري. كيكون تما فاش كتكونوا كتغداو ضروري كيكونوا كيدوزوا، راه كيمشيو كيجيو، راه كيكون النهار كامل اليوم. شكون عطى الفلوس؟ قال لي غني لي على فاطمه. شكون فاطمه؟ بابا عبدو. عبدو عبدو قال لي انا نسيت سميتك فاطمه بخبارك. كنقول لها شكون فاطمه؟ صافي كيخونك مع فاطمه. شويه كيفاش قلت لها شكون فاطمه؟ عبدو. المهم صراحه كيديروا اجواء زوينه، اجواء شعبيه فنه. عبدو قالت لي ماما عقلتي عبدو مني عطاها الفلوس قال لي غني لي على فاطمه باش نمشي لحد السوال. قلت لها شكون فاطمه؟ فاطمه تخلعت. شحال عندك من فاطمه؟ نسيت ماما حيت كنقول لها لمي ما نسيت سميتها. مهم غنمشيو نتغداو وها نتوما معنا نكملوا معكم هذا النهار. عجبك الحال ماما؟ عجبني الحال الصباح. عصام انت عجبك الحال؟ عجبني. دوزنا صراحه نهار زوين. مشنا نهار زوين. والله الا كانت الشمس فنا. شي حد اخر ان شاء الله. ان شاء الله المره نديرو كسيكسو في سافيتي درنا. درنا الفيس. هاد المره نديرو كسيكسو. ان شاء الله. سوسيس بكري يا صاحبي. ديال بحال السوسيس. واسمعي. خدينا اتاي عبدو مشى جاب لينا المناضه وجاب شويه بسطونيك وجاب هذه اناناس لقى كيتباع شوف في الساشي. ها الكيسان ديال المناضه دابا كتسناو غير في الشوايه كتوجد. هذه هي النوبه ديالنا صافي توجد. راه برا عصام كاين راه برا جمعك الدخان جمعك الدخان. ها فقتي مبقيتش مريض صافي شويه. الغديوه ديالنا جات مو خدينا داكشي مخلط راكم عارفين حد السوالم فيه كلشي ما شاء الله. عبدو جاب لنا التحليه ها هي هو كيخوي لنا مناضه. ماما عجبك الحال؟ عجبني الحال من الصباح. عصام مرحبا بك. الله يبارك. يلا شويه شويه الدخاخن عرفتي واحد كريسه فنة شوف. عبدو بالصحه. الله يخلف صراحه. هاد الخريجات ديال العائله الشعبيين اللي كتكوني عرفتي واحد الفرحه من عرفت لكم اللي كيكونوا بساطين بحال دابا انا ماما كيعجبها بحال هكا الاسواق الشعبيه تمشي تاكل الحوت ما كيعجبوهاش لي ريستورون. كنظن بزاف الامهات بحال هكا الناس الشعبيين هادشي علاش ملي كتجي بحال هاد الاجواء كيعجبها. شو دابا كتاخذ داك الخبز ديال الشعير فهمتوا كنحس براسي بحال فرحتهم وتا انا براسي كنفرح. المهم صراحه دوزنا نهير زوين. اول حاجه دخلت للدار وجدت حوايجي وجدت بينوار خسيره البرد بيجامه ديالي وتقيشرات حيت باغا ندير واحد القماج لرجيلاتي. يلا كنت مصوباهم دابا تقريبا شي 6 ايام في الصالون ولكن خصني نحافظ على النتيجه. وهنا اختي كانت فرحانه بالبانطوفتي هذه اللي كنت خديت من تركيا صراحه راه لبستها وعاود صبنتها ولبستها وصدقات فنه. كانت خاصني هاد التدويشه عرفتي اليوم فريمون بحال درت الرياضه. راه كنصور لكم غير لقطات باش هكا ما يجيكمش نتوما الفيديو طويل طلع لكم في الراس وباش انا نستافد شويه مع لا فامي ديالي ناخذ الوقت. وتمشيت بزاف تخيلوا ديك الطواله كامل كنبقى كنتمشى. تمشيت انا وماما غير شويه ومن بعد رجعتها حيت داروها الكيبات وانا اختي عطيت لاطاك وتمشيت. حسيت براسي بحال فريمون العظيم بحال درت ديك لا مارش ديال بزاف درت الرياضه صافي. دابا دخلنا للدار ما ندير العشاء لا والو. كيف ما شفتوا تغدينا تغدينا مزيان راه غير شاط الخير. الحمد لله كلينا مزيان يعني درنا غدا وعشاء ما يمكنش غدا نعاودو نتعشاو مورا ديك الشوايه. عبدو لا بغى شي حاجه حلوه ولا لي فخوي راه ياخذهم من الثلاجه يعني ما عنديش العشاء. داكشي علاش درت واحد الفركه عرفتوا راه شي نص ساعه شي صح ولا 35 دقيقه وانا في الدوش. خديت راحتي حيت درت واحد الروتين لرجلي. انا غنشارك معكم لي برودوي اللي استعملت وكل شيء. بالنسبه للعصام صراحه شكرا لكم بزاف ملي قلتوا لي زعما ديه لتما والله العظيم حسيت به مسكين بدل فريمون الجو. شوفوا ملي كتمرضي كتعرفي القيمه ديال الصحه وملي كتفقدي شي حاجه كتعرفي قيمتها. مسكين فيه هو
شحال يدير مكانش كيجمع العائله بزاف، كتعرفوا لاج ديالو، يخرج مع صحابو، خصو يدور، خصو يمشي للقهوه، خصو يمشي يجلس معاهم، يخرج يدورو. دابا مسكين كنحس بيه ولا بغي يخرج معانا، بغي يخرج مع ماما، فهمتوا؟ بحال عرف القيمه ديالنا وعرف القيمه ديال الصحه، عرفتي؟ ولا باغي يخرج، ماشي بحال طلعت لي الدار فراسو، الفراش مسكين هنا عرفتي العضو ما خرجوا ليه، هنايا ديال ظهرو كنبقاو ماصيو ليه ظهرو بزاف. الحمد لله على كل حال، المهم كيف ما الشرى ولا شويه بخير الحمد لله. السكانير غنديرو السيمانه الجايه ديال الكونترول، نرجعو للطبيب والحمد لله كيتحسن بشويه بشويه. حمدناك يا ربي وشكرناك، وشكرا لكم بزاف ولدعواتكم وكلامكم الزوين، حيت ملي كتخليو لي كومونتير زوين كنفرح، كنبغي نوض نصور لكم، حيت هادشي كيعجبني، ماشي انا كنديرو زعما كاين غير خدمه ولا شي حاجه، لا انا كيعجبني هكا نجلس ونهضر معكم، نعطيكم وقت، تعطوني وقت، ترجعوا لي الحب ديالكم، نعطيكم الحب، ترجعوا لي الحب ديالي. حبكم كنحس بيه في التعاليق، ملي كنشوف تعليق زوينه كنفرح كنشجع، ملي كنشوف شي حاجه ما زوينش كنقول شنو هادشي زعما حشومه. شوف انا شنو كنشارك معاهم من القلب، يمكن انا كنشوف كاين بزاف الناس كيبغوني كيحماقوا عليا، بوسه كبيره ليكم حتى انا كنبغيكم. كاين الناس يمكن باقي ما فهمونيش ما عرفونيش، غتفهموني اختي مع الوقت. المهم شوفوا لا كومونت ديالي جات، هذه لا كومونت ثانيه، واخيرا البنات خديت انا هاد لاكام ديال العنايه، غتكونوا عارفينها. انا صراحه شفتها عند كنزه عند ماجده بزاف البنات، دخلت لاباج ديالهم حمقتني، كنت غناخد غير كام وحده ديال السنان، هادشي قبل ما نمشي تركيا خديت لاكام ديال السنان، هذه راه الثانيه، حيت الاولى خدا هذه اختي السي عبدو عجباتهم. المهم نخلي لكم كونتاكت ديالهم بالنسبه للناس اللي بغاوها، نخلي لهم نخلي لكم السيت انستغرام ديالهم. قلت لكم البنات كيجيبوها لكم يوصلوا لكم حتى للدار. هذه خديتها انا واستعملتها واحد المده وعبدو عجباتو وخداها ليا، صافي اختي ماشي مشكل، قلت صافي خودها، حيت بعض المرات كيبغي يديها معاك يبقى النهار كله راكم عارفين، كيبغي يديها معاك، قلت لي صافي ماشي مشكل، سورتو هو بان لي الفرق اللي عجباتو والريزولتا، قلت لي صافي غنعاود كومونديها. ودابا مني كومونديت هنا كنت باغا ندير اليدين والرجلين هادو، وعاودت كومونديت حتى ديال السنان. هاد دونتيفريس ا باس دو شاربون اكتيف اي ارجيل بلونش، صراحه زوين بزاف، كيبيض السنان وكينقيهم، يعني ماشي غير ماشي غير دونتيفريس كتغسلي بيه وصافي، لا هاد لاكام كتبيض لكم السنان. المهم لاكام ديال السنان كيجيو فيها ثلاثه ديال لي برودوي، اول حاجه هي الدونتيفريس اللي كينظف لينا سنين الناس وكذلك كيبيضهم، ومزير حتى اللثه كيعالجنا اللثه. وثاني حاجه كاين هاد السبراي بالنسبه للناس اللي شنقول لكم ماشي عندهم مشاكل ديال الريحه اللي خصها الطبيب، الريحه ديال اللي جايه من المعده مشاكل، اولا عندهم في الجوف ولا عندهم مشكل شي حاجه، هادو بحال دابا الا كنتي خارجه الا كليتي تومه بصله شي حاجه شي ماكله كتخلي الريحه مجهده، ماشي خايبه ولكن الريحه مجهده، كتغسلي سناتك وتزيدي هاد السبراي كيخلي واحد الانتعاش فن. هذا راه واخداه لي عبدو ثلاثه، خداهم لي عبدو عطيتهم لي وعاود كومونديت. قلت لكم البنات ولا كنتي خارجه كديري في الصاك ديالك، مثلا كليتي في شي ريستوران اولا تغديتي في خدمه، كتغسلي سناتك وكتعاوني بهذا السبراي، كتحسي اختي بالنظافه التامه. وثالث حاجه اللي كتحمقني هي هذه، هذا البنات انا ديجا مجرباه، يعني كان عندي شحال هذه كنت خديته من واحد السيت بصراحه ماشي من هاد لا مارك، غير فحم وعجبني، هو كيجي بحال هكا شفتوا بحال الفاخر ومطحون، ها هي بودغ بلونشيسونت، هذه حتى هي كتبيض، هذا كيبيض السنينات. انا غنستعمل معكم باش تشوفوا هذا الفن، هذا كيدي معكم، انا غير قلت لكم عبدو كيبغي يديه معاه فهمتوا، كيبقى نقي النهار كله كيديه معاه صافي خليته ليه، اما كون كان في الدار نستعملو انا وياه لي برودوي كامل نستعملهم انا وياه، حيت كيديو مده طويله. حيد اختي الفوطه من شعري، المهم شعري ما غاديش نشفو واقيله، غدا غير ندير لي بلاصتي ندير لي المساج هكا، نخليه ينشف غير في الهواء الطلق، ينشف بوحدو، نديرو هاد البوندو ديالنا. لاكام ديال الفم راه ما غاديش ندمو عليها، تستعملها العائله كامله، كنتي انت وراجلك ولا شي حاجه تاخذوا غير كام وحده، راه حتى تسالي زعما عاودوا خذوها، صراحه زوينه بزاف بزاف. غنخلي لكم لي كوردوني باش تعرفوا الاسمين وتعرفوا تكومونديو وكل شيء. المهم بالنسبه للناس بغاو يتهلاو في السنينات وفي الفم وفي اللثه ديالهم، هاد لاكام فنه. غندوزو دابا لاكام، المهم انا استعملت قلت لكم لاكام ديال الرجيلات، غنستعمل معكم دابا غير ديال اليدين باش تعرفوا الطريقه، واخا داكشي راه واضح وباين للبنات اللي كيبغيو يعتنيو هكا اختي، البنات اللي فيهم الريحه ديال الانوثه كيبغيو يديهم مرطبين، انا راه فيا الوسواس عرفتوا، عندكم الفم وليديدات ورجيلات ما كنبغيهمش يكونوا حرشين، وما كنبغيش نشوف شي مرا يديها اولا فمها اولا رجليها حرشين، ما عرفتش بحال هكايا
ما عرفتش كتجيني خاطر كتجيني الانوثه هي يديك ورجليك ما يكونوش معناتها الرجال يكونوا مساكن خدامين كيخدموا بيديهم بزاف كيقصحوا عليهم، ولكن المراه اختي حنا ما تنديروش خدمه ديال الرجاله، خاص يديك يكونوا رطبين خصوصا من هنايا شو هنا يكونوا رطبين والصبيعات وداك الشيء. المهم اختي راه قول لي واش نتوما بحالي. المهم هاد لاكام راه ديال اليدين ورجلين، يعني كتجي كام وحده شفتوها فيها خمسه ديال لي برودوي. المهم اول حاجه كتبداو بها هي القماش، ها هو هاد القماش البنات شفتو نفسه كيصلح ليدين ورجلين، ها هو قماش بوغ لي ما اي لي بي، ها هما سهلوا عليكم قماش واحد. بالنسبه للماسك حتى هو ماسك واحد كيصلح لكم ليدين ورجلين، يعني هادو بجوج كتخدموهم ليديدات ورجيلات. بالنسبه لي كريم فارقينهم، علاش الرجيلات داير لهم الزنيقه اللي كتحمقني في القدام وداكشي، ما كتحتاجي ديري لا ملون لا عكر فاسي لا والو، هذا كترطبي به في نفس الوقت كيعطيك اللوين في القديمات. هذا هو اللي بغيت نشارك معكم، شوفوا كيجي غوز هكا، هذا كيخلي لكم ديك الزنيقه في الـ في الـ في القدم ديالكم، كديروا هكا كيخلي لكم واحد الزنيقه زوينه وخفيفه ما كتطلقش لكم، ماشي داك الحموريه اللي كتطلق. المهم عجبني صراحه زوين. واخر حاجه في هاد لاكام هو هاد السيروم ديال الضفيرات، المهم كديروه هنايا وكديروا بحال هكا غير كدهنوهم شويه. بالنسبه للبنات كينوضوا فيهم داك الشنيتيفات اولا كيكونوا الضفيرات هكا كيكونوا ابيمي ولا شي حاجه، وكيساعدكم حتى باش يطوروا لكم الضفيرات، لان ملي كتهتمي بهاد المنطقه هادي الضفر كينوض مزيان وكينوض قوي. المهم هذا هو السيروم، ودابا غنوضوا نابليكيو هاد الشيء. قلت لكم شعري غنخليه بحال هكا، غنحك غير سنيناتي وندير لهم هذاك الفحم وندير معكم القماش الجديدات، دونك خصنا نقفطو بحال هكا ونرجع اختي ثاني الحمام. قلت لكم هادشي كنديرو انا في الحمام، غير بغيت نوريكم هكا الطريقه باش تعرفوا كل حاجه كيفاش تستعملوها. حيت البينوار اختي حيت عمرته كامل بهذاك الفخر صافي وحيدته، قلت صافي خليتها تصبن تلبس شي حاجه واحده اخرى. المهم دابا نكمل معكم الروتين ديال اليديدات. عرفتوا البنات قسما بالله باقي ما كاين لا كريم لا حتى شي حاجه، ويديداتي رطبين. مشيت عند عبد الكلي قيس قال لي والله ترطبين، قال لي جي صوبي لي كتو صافي. من بعد تنسال دابا غندير الكريم انا، ما يمكنش نعاود عاد نغسل يدي. قلت لي غدا نوبتك نديرو النوبه، قال لي صافي. دابا غندوزو نديرو السيروم البنات، هذا مزيان حتى البنات اللي كيديروا لو جيل، البنات اللي كيلصقوا الضفيرات. دابا انا ما منسقش ضفيراتي، دايره غير بيغمانو على ضفراني. كتاخذوه كديروه هنايا البنات اللي فيهم حتى داك بوش نتوف ولا كل واحد شنو تيقول لي، اللي تيكون هنا دوك الشنيتفات راكم عارفين كيجيو من الجفاف ديال هاد البلاصه وديال التعرض للبحر كلي برودوي الشقا بزاف ومعنات. تعرفوا اختي اختكم مع الحداقه، انا كيعجبني قلت لكم تهلا في يدي زعما صراحه ورجلي وتحميمات ولا سيغ هاد اختي هذيك هي السعاده ديالي. المهم كتبقاو ديروا بحال هكا وكي يقوي لكم حتى الضفيرات باش كيطلعوا صحيين وقاصحين. وقلت لكم هاد القماج والماسك ما كتحتاجيش انك ديري كاع كريم ورام، غير حنا كنبغي نزيدو اختي الرطبيه على الرطبيه باش هكا خصوصا في الليل. انا كنظن هاد الروتين احسن في الليل لان خصك باش ماشي تزربي عليه فهمتوا، ديري القماج خلي واحد ربع ساعه، الماسك واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، انتي كتفرجي صافي تكوني ساليتي شقا وكلشي والريحه فن. يعني واخا تجلسي حتى الراجل كتشمي كيشم واحد الريحه زوينه حتى كتشمي الريحه زوينه، ما كتديرونجيش ماشي بحال دايره شي ماسك خصو كيبقى يتعلق، لا الريحه زوينه بحال كريمات فيهم مواد اللي هما زوينين، فيهم زبده الشيا الجليسيرين، يعني كلهم فيهم ريحه زوينه. صافي اختي دابا سالينا الروتين ديالنا النعومه، غنرطب غير فمي وندير اختي البارفان ديالنا وصافي. شعري غادر مشطو، غنحيد غير هاد الباندال مشط شعري وصافي. وهكا اختي داز النهار ديالنا الصراحه، دوزنا نهار زوين مع العائله، جلسنا بلاصه زوينه شفنا الطبيعه الخضره
خضره من وجه الحسن. دوز نهار زوين انا وعبدو جلسنا تفرجنا، امير عجبو الحال، سالينا اختي بهذا الروتين الغزال. شوفي احسن حاجه سالي بها نهارك تدويشه والعنايه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم، وما تنساوش لاكام عنايه غنخلي لكم في صندوق الوصف باول الكومونتير، وتا هنايا الناس اللي بغاو يكومونديها بصحتكم وراحتكم، راه ما تندموش على فنه. قلت لكم هذه الوقيته هي ديال تبعي شي كام الجيلات كي ديداتك وجهك شعرك. هاد الوقيته مثلا ما كتكونش اشعه الشمس بزاف، ما كيكون عندك الوقت، حتى الوقت في البرد كيكون عندك الوقت. وهذا الشيء ما كان. السلام عليكم، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بوسه كبيره ليكم.